بيكم، برحب بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد هنتكلم فيه عن اهم توقعات ونصايح وتحذيرات وتنبيهات لبرج الجوزاء الهوائي لشهر فبراير 2021. القراءه دي مدتها شهر من النهارده، من اول يوم 10 فبراير لحد يوم 10 مارس. هنتكلم فيها عن نصايح مهمه جدا وتحذيرات وطاقات برج الجوزاء. كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك. ويا جماعة احنا عملنا فيديوز كتير جدا حلوة، اتفرجوا على الفيديوز اللي احنا لسه عاملينها الاسبوع ده، فيه فيديوهات كتيرة مفيدة سواء في العلاقات او في الابراج. طيب برج الجوزاء الفترة دي شايفة عندك طاقة مسيطرة عليك جدا، وهي طاقة حيرة. يعني انت محتار يا برج الجوزاء، في حاجات كتيرة محتار فيها او بتفكر في كتير جدا جدا، وفي حاجات شغله تفكيرك. معروف عن برج الجوزاء ان هو من الابراج الاوفر ثينكينج، اللي بيفكروا كتير قوي، دايما دماغك مشغوله، دايما بتفكر، دايما عايز تعمل حاجات كتيره. فانا الفتره دي ممكن تكون بتفكر في مشروع جديد، بتفكر في فكره جديده عايز تعملها، بتفكر في علاقه حب قديمه، بتفكر في شخص جديد داخل حياتك. هنعرف كل التفاصيل دي في الفيديو النهارده. تاني حاجه يا برج الجوزاء اللي عايز احذرك منها، ان انت ما تاخدش اي قرارات متسرعه او مندفعه ساعه غضبك. يعني لو انت متضايق او زعلان او متنرفز او متعصب، ما تحاولش خالص ان انت تاخد اي قرار قوي في عصبيتك او في نرفزتك او في انفعالاتك. يعني برج الجوزاء كمان عندكم الفتره دي فتره يعني انقلابات في حياتك او تغيير كتير جدا في حياتك، في تغييرات فيها انت عامل حسابك اوريدي او كنت منتظرها او كنت عايزها، وتغييرات تانية هتبقى خارجه عن ارادتك. يعني انت مش هتبقى بتحبذ التغييرات دي او مش عايزها او شايف ان هي التغييرات مش قويه او مش لمصلحتك. طيب في حاجه عايزه احذر مواليد برج الجوزاء فيها، سواء رجل او امراه الجوزاء، هناك امراه في حياتك بتعكر مزاجك او بتستغلك بشكل مش كويس او بتمنعك من تحقيق احلامك. الست دي هي ست كبيره في السن، مش ست صغيره في السن، سواء انت رجل او امراه الجوزاء. هي متسلطه جدا، قويه الشخصيه، يعني امراه قويه. اعتقد ان هي برج بتاعها برج هوائي او برج ناري، اوكي. واضح ان هي بتزعجك او بتعملك مشاكل كتير او مش مخليك تعرف تمشي في حياتك بالشكل اللي انت عايزه. هي ست قويه، ست شخصيتها قويه جدا جدا، وهي بقى ايه، بتحاول تتحكم فيك، بتحاول تتحكم في قراراتك، بتحاول تتحكم. فاحذر من تلك المراه، لان هي هتكون سبب في شر ممكن يدخل حياتك. كمان يا برج الجوزاء على نطاق العمل، شايفه ان انتوا بتفكروا في مشروع جديد، بتفكروا في فكره جديده، حاولوا ان انتوا بس تاخدوا الموضوع للاكشنز. مشكله الجوزاء انه ممكن يكون بيتكلم كتير، بيفكر كتير، بس مش سهل يخلي حاجه تتحول من تفكير الى اكشن. عشان كده بحاول ان انا حاولوا ان انتوا تحولوا كل التفكيرات اللي في دماغكم الى اكشن، اعملوا اكشن بلان، نظموا طريقه تفكيركم، حاولوا ان انتوا تفكروا كويس ايه الحاجه اللي انتوا عايزينها وازاي توصلوا لها بالترتيب. طيب برج الجوزاء كمان شايفه الفتره دي عندكم صديق هيرجع لكم من الماضي يتكلم معاكم، او شخص من الماضي هيرجع يتكلم معاكم، هيرجع يعرض عليكم عرض. بس شايفاكم مبسوطين من ذلك العرض، ممكن يكون صديق مش حبيب يعني، بس الشخص ده يرجع لكم عنده اوفر حلوه جدا بالنسبه لكم، انتوا هتكونوا مبسوطين بوجود الشخص ده او برجوعه تاني مره اخرى. شايفاكم بتهتموا بنفسكم يا برج الجوزاء، بتهتموا بشكلكم، بتهتموا بالستايل بتاعكم، بتهتموا بجسمكم، ممكن تعملوا دايت، تحاولوا ان انتوا تغيروا الستايل بتاعكم. دي حاجه اصلا بيحبها برج الجوزاء، للعلم ان برج الجوزاء من الابراج اللي بتكره الروتين جدا، وبيحبوا التغيير قوي قوي. قولوا لي الكلام ده متفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين انتوا منين يا برج الجوزاء. تعالوا بقى نتكلم عن برج الجوزاء والحب. الحب هو يعني هسمي فبراير هو شهر الحب، يعني طبعا بكره الفالنتاين، كل سنه وانتم طيبين، بس انت هيبقى حياتك مليانه حب الفتره الجايه، سواء منفصل او سواء سنجل او مرتبط. شايفه دخول شخص جديد في حياتك، سبيشال لو انت منفصل او انت سنجل، الشخص ده انت عايش قصه حب دلوقتي يا برج الجوزاء، انت بتحبه ومعجب بيه ومبهور بيه جدا. يعني الشخص ده عامل لك حاله انبهار، يعني انت منبهر بيه، عايز تقرب منه، عايز تعرفه اكتر. هو شخص عاجبك قوي على فكره، وبتراقبه بطريقه غريبه، يعني انت عمال تراقبه فقط لا غير. يعني انت ما بتعملش اي حاجه في حياتك ان انت عمال بتراقب الشخص ده، وعايز تقرب منه، عايز تعرفه اكتر، عايز تخطفه، يعني عايز تعمله كليك كده وتخطفه. هو كمان على فكره منجذب ليك ومعجب بيك، ودي الحاجه اللي هتقرب علاقتكم ببعض، ان انا شايفاها علاقه حب من الطرفين. يعني انت بتحبه وعاجبك جدا وهو معجب بيك، بس انتوا بتلعبوا على بعض دلوقتي في مرحله الانجذاب. الشخص ده شخصيه قويه جدا، تعالوا اقول لكم على صفاته وقولوا لي الكلام ده مظبوط ولا لا. شخصيه قياديه، شخصيه قويه، شخصيه طموحه، بيحب شغله جدا وناجح في شغله قوي، ستايلش قوي قوي، بيعرف يلبس، بيعرف شيك، شخص شيك جدا، شخص
مش اعتمادي، بالعكس هو بيعتمد على نفسه وانت تقدر تعتمد عليه. يعني انت بتحس ان هو يقدر يتحمل مسؤوليه، شخص يشيل مسؤوليه، مستواه المادي مرتفع، يعني هو معاه فلوس كويسه، عنده طموح كتير جدا، شخص عارف هو عايز ايه ورايح فين. بس هو اتقل منك يا برج الجوزاء، هو تقيل في الحب، يعني انت اندفاعي شويه، حتى لدرجه ان انت ممكن تعبر عن مشاعرك قبل ما هو يعبر عن مشاعره. هو بطيء، شخص بطيء، شخص قوي، شخصية قوية جدا على فكرة. وغير كده كمان هو مش بيعبر عن مشاعره بسهولة يعني، وتقيل وعقلاني اكتر منك. انت مش عقلاني زيه، الشخص ده عقلاني قوي، بيفكر بمخه، بيفكر بعقله، بيفكر كويس قبل ما ياخد اي قرار. الشخص ده يا اما برج ترابي على فكرة او برج ناري، وممكن يكون هوائي كمان. الشخص ده انت منجذب ليه ومنجذب ليك، هو بيراقبك كمان على فكرة، حتى لو مش مبين مشاعره الحقيقية، بس هو بيحبك جدا. في عقبات في العلاقه دي، في عقبات في العلاقه دي. ممكن يكون الشخص ده اوريدي خارج من علاقه عاطفيه، يعني ممكن يكون كان متجوز او كان خاطب او كان في علاقه في حياته، بس الشخص ده على فكره عايز يرتبط بيك، حتى لو في طرف تالت عنده. الطرف التالت ده ممكن يكون شغل، او ممكن تكون عيله، او ممكن يكون حد اخر. وواضح ان في اختلافات كبير كمان، دي هتبقى عقبه تانية، اختلافات ما بينكم. ممكن تكون اختلافات مستوى مادي او مستوى اجتماعي، او اختلافات كونتري، يعني انتوا من دولتين مختلفتين، او اختلافات جنسيه، اختلافات ديانه، اختلافات عمر. ممكن يكون هو اكبر منك بكتير جدا عشان كده هو الاعقل مثلا، او هو اصغر منك، بس في اختلافات قويه بتحول ان انتوا تقدروا ترتبطوا مع بعض. بس الشخص ده يتحدى هذه الظروف ويتحدى العقبات دي عشان هو عايز يكون معاك بجد، هو بيحبك او معجب بيك، او يعني impressed about you، يعني هو عاجبك، انت عاجبه قوي قوي على فكره. الشخص ده شخصيه قياديه، بيعرف يقود، او مدير، عنده موظفين، بس هو مستواه المادي عشان تعرفه، يعني مستواه المادي مش قليل، يعني حد عالي. هو اصلا جوزاء بيحب الناس الريتش كده. طيب هو انا شايفاك انت متحمس للعلاقه، وانت عايز تقرب، عايز تاخد خطوه جديده، فحاول ان انت بس تهدى شويه. هو كده كده هيعترف لك، بس هو بيدرسك اكتر، يعني هو بيدرسك، بس انت عايز بسرعه، يلا انا عايز ادخل في العلاقه بسرعه، انا عايزه يعترف بحبه. هو مش هيعترف بسهوله على فكره، او لو اعترف لك هو تقيل في حبه، ودي احد صفاته، ان هو شخص تقيل جدا على فكره، مش سهل يعترف بحبه، مش سهل، ما بيقولش كلام حلو كتير على فكره برضو. ممكن يعني يعبر لك عن حبه بالافعال مش بالاقوال. بس انا شايفه ان العلاقه دي فيها فيوتشر، او فيها ليها بالعكس، علاقه فيها حب، فيها باشن، فيها اشتياق، فيها لهفه، فيها توافق، يعني انتوا الاثنين متفقين مع بعض. انت بس اللي مضايقك منه ان هو مش بيعبر عن حبه بسهوله، ومش بيتكلم بسهوله، وان انت اللي معبر، وانت اللي بتقعد، يعني انت اللي بتقرب اسرع. فعشان كده حاول تتقل كده وتهدى يا برج الجوزاء، ما تجريش وراه قوي يعني. طيب كالعاده قولوا لي القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه، احذروا من هذه المراه المتسلطه المتعجرفه برج الجوزاء اللي بتحاول تدمر لك حياتك. شايفه في اشخاص جديده، شخص ممكن تكون بتستغلك يا برج الجوزاء، احذر منهم الاشخاص دي. عمر انا بعمل لايف يا عمر، طب قول لي كده بس اعمل بوز، مش هينفع اعمل بوز. الاشخاص اللي لازم تاخد بالك منهم، ده ما بيعملش بوز، ذس از انستغرام يا عمر، خلاص. طب ممكن طب ايه انت المدارس كانت مول عشان تجيبتي هابي ميل، ماشي. احذر من اشخاص ممكن تستغلك، الاشخاص دول ابراجهم ابراج هوائيه، برج ميزان او جوزاء او لا مش دلو. الشخص ده انتهازي، يعني بيستغلك، بيستغلك في حاجات ماديه، بيستغلك في حاجات ايموشنال، بيبتزك عاطفيا، احذر من ذلك الشخص يا برج الجوزاء. شايفاك الفترة دي ممكن تكونوا بتتعرضوا للنقد، فما تبصش لكلام الآخرين، اهتم بس بنفسك، ما تحاولش ان انت تركز في كلام الناس، تحاول تنتقد. قولوا لي القراءة دي تتفق معاك ولا لا، وتتفقوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام، على الفيسبوك، وتقولوا لي اتفرجوا عليا فين، انتوا برج ايه، تعملوا شير لاي حد تعرفوه برج الجوزاء، قولوا لي فعلا يا برج الجوزاء الفترة دي انت تعيش قصة حب جديدة، وشخص انت معجب بيه جدا وبتراقبه بصمت، هو كمان بيراقبك وبيحبك قوي، لا تقلق. ثانك يو، بحبكم، باي باي، مع السلامة.